مرحبا يا أبطال، هيا بينا نتعلم الأرقام 1, 2, 3. أنا الواحد يا حلوين، إيا إيا يا، شكلي عصاي وما بتلين، إيا إيا يا. وأنا رقم 2 عندي خطين، واحد نازل والتاني يمين، غنوا معانا يا كتاكيت، إيا إيا يا. أنا 3 وعندي سنان، مثل الشوكة يا فهمان. هيا نبدأ. 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 إذن رأينا في هذا المقطع من الفيديو الأعداد 1 2 3. هذا هو رقم 1. يوجد بطة واحدة، وهذا هو رقم 2. 1 2. يوجد حشرتان، وهذا هو رقم 3. 1 2 3. يوجد 3 بطات، عدد واكتب العدد داخل المربع. 1 2 3. انظروا إلى الكتب، عددوا معي. 1 2 3. يوجد 3 كتب. أين هو رقم 3؟ هل هو باللون الأحمر؟ هل هو باللون الأزرق؟ أم باللون الأخضر؟ أحسنتم، إنه باللون الأخضر. ها هو رقم 3. انظروا الآن إلى الزهرات. 1 2. إذن يوجد 2، يوجد زهرتان. أين هو رقم 2؟ هل هو باللون الأحمر أم باللون الأزرق أم باللون الأخضر؟ أحسنتم يا أبطال، إنه باللون الأزرق. ها هو رقم 2. انظروا الآن إلى الأكواب. 1 2 3. كم كوب يوجد في الصورة؟ أحسنتم، يوجد 3 أكواب. إذن أين هو الرقم 3؟ أحسنتم يا أبطال، إنه باللون الأخضر. إذن هذا هو رقم 3. انظروا الآن إلى السلحفات. 1، أحسنتم. إذن يوجد سلحفات واحدة، وها هو رقم 1، إنه باللون الأحمر. انظروا الآن إلى الدجاجات، عددوا معي. 1 2. أحسنتم يا أبطال، إذن يوجد
دجاجتان. أين هو رقم اثنان؟ أحسنتم، إنه باللون الأزرق. ها هو رقم اثنان. والآن إنه قلم. أحسنتم، هل يوجد قلم واحد أم قلمان أم ثلاث أقلام؟ أحسنتم، يوجد قلم واحد. أين هو رقم واحد إذن؟ هل هو باللون الأحمر، باللون الأزرق أم باللون الأخضر؟ أحسنتم، إنه باللون الأحمر. ها هو رقم واحد. والآن أرسم قلوبا داخل الدوائر بالعدد أسفل كل دائرة. انظروا إلى هذه الدائرة، يوجد بالأسفل رقم اثنان. هيا بنا سنرسم اثنان. إذن سنرسم قلبين، واحد اثنان. أحسنتم يا أبطال. سننتقل إلى الصورة الثانية. يجب أن نرسم قلباً واحداً. انظروا، يوجد رقم واحد في الأسفل. هيا بنا قلب واحد. أحسنتم يا أبطال. والآن انظروا هنا، يجب أن نرسم ثلاث قلوب. واحد اثنان ثلاثة. ممتاز، أحسنتم يا أبطال، شكرا لكم.